اهلا بيكم في السيشن الثاني من الهيدروليك كورس بتاعنا. المره اللي فاتت خدنا انترودكشن سريع يعني ايه هيدروليك سيستم وايه سبب تسميه السيستم هيدروليك او ايه معنى كلمه هيدرو. ان شاء الله النهارده هنبدا بقى في العلم نفسه، او هنبدا ناخد عندنا الجزء الاولاني اللي في السيشن النهارده، يعني ايه هيدرو دايناميك ويعني ايه هيدروستاتيك. اي هيدروليك سيستم السائل بيمشي فيه ممكن يبقى نوع من اتنين، ممكن السائل ده يبقى وضعه ان انا هيبقى هيدروستاتيك يعني هطبق فيه قوانين الهيدروستاتيك، وممكن يبقى هيدروديناميك فهبدأ اطبق قوانين تانية اللي هي قوانين الهيدروديناميك. ازاي افرق من بين الهيدروستاتيك والهيدروديناميك؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده. يلا نبدأ شرح، وان شاء الله على الكمبيوتر والباور بريزنتيشن الناس تقدر تفهم الفرق ما بين الاتنين، وازاي اقدر اطبق قوانين هنا وازاي اقدر اطبق قوانين هنا، وايه هي القوانين بالظبط. اتفضلوا معايا. زي ما اتفقنا ان شاء الله هنشتغل النهارده في الهيدروستاتيك سيستم، وهنتعرف يعني ايه هيدروستاتيك سيستم. قلنا ان عندنا في الهيدروليك احنا بنتعامل مع الهيدروليك سيستم على اساس حاجه من اتنين، يا نظام هيدروستاتيك اللي هو الهيدروستاتيك سيستم، وده فيه بيبقى بنتعامل مع السائل لما يكون السائل في حالة ثبات، زي ما بنشوف في بعض خطوط الهيدروليك اللي الزيت بيبقى واقف فيها زي فرامل السيارة، مفيش تدفق مفيش فلو للزيت، فاحنا بنتعامل بناء على قوانين الهيدروستاتيك سيستم. اللي بيحكمها عندنا الهيدروستاتيك سيستم قانون اسمه باسكال لو، هنتعرف على القانون ده في السلايد اللي جاي. يا اما ان السيستم يبقى عندي هيدروديناميك، يعني في الزيت بيتحرك في حالة حركة، زي ما الزيت بقى بيتحرك جوه المواسير بتاعة الهيدروليك لما يبقى فيه حالة سريان، ودي بنطبق عليها قانون هنتعرف عليه برضو اسمه برنولي ايكويشن، اسمه برنولي ايكويشن. يبقى احنا هنبدأ النهاردة بالهيدروستاتيك سيستم وهنعرف يعني ايه هيدروستاتيك سيستم. فانا لو عندي نظام بسيط هيدروليك بالشكل ده، عبارة عن ماسورة بس ليها مقطعين، مقطع مساحة كبيرة وفي مساحة صغيرة، فانا بقدر لو اليوتيوب تيوب دي مليانة بالزيت، فانا بقدر ارفع حمل كبير بمساحة كبيرة زي اللي عندي دي بقوة صغيرة، أقدر أحطها على البستون اللي هو مساحته صغيرة بالشكل ده. تعالوا بقى نتفرج على الفيديو وهنعرف منه يعني إيه هيدروستاتيك سيستم. فهو لو عندنا سيستم بسيط هيدروليك كده مليان زيت، وعندنا عربية كبيرة عايزين نرفعها، فبنحط العربية على مساحة المقطع الكبير وبنقدر نرفعها بقوة صغيرة من مساحة المقطع الصغيرة. الكلام ده طبعا بيبقى جوه اليو شيبد تيوب اللي هي مليانة زيت، وفي طبعا اتنين بيستون، بيستون كبير وبيستون صغير، الاتنين قاطعين زيت عشان ما فيش زيت يخرج بره السيستم. فانا بقدر طبعا ان انا اضغط على البيستون اللي هو الصغير، المساحة الصغيرة. طبعا لو قلنا ان المساحة دي اسمها A2 فهي اكبر من A1 اللي انا بأثر عليها بالقوة بتاعتي. فانا لو أثرت بقوة اسمها F1 على مساحة البيستون الصغيرة، فانا بقدر اولي الضغط جوه الماسورة. الضغط ده بيساوي ايه؟ قيمته ثابتة وبيساوي F1 على الاريا 1. عايزين نبقى متفقين ان الضغط بيساوي قوة على مساحة، دايما الضغط بيساوي قوة على مساحة. فانا لو انا أثرت بقوة اسمها F1 فانا عملت ضغط جوه الماسورة اسمه بريشر بي، البي دي بتساوي F1 على A1. طبعا طالما الماسورة دي مقفولة والسائل في حالة سكون، طبقا بقى الباسكالو، باسكالو بيقولك ان الضغط المتولد جوه الماسورة بيأثر بقيمة ثابتة على كل اجزاء الماسورة، يعني الضغط هنا في الماسورة كله ثابت، يبقى هنا الضغط بيساوي F1 على A1، دي قيمة ثابتة. يجي بقى يقابل قدامه البستون اللي مساحته كبيرة اللي هو A2،
يبقى هيولد في الحالة دي فورس، قوة اللي هي هرفع بيها العربية. القوة دي قيمتها اف اتنين، واف اتنين في الحالة دي بتساوي البريشر في اريا اتنين، البريشر في المساحة ايه اتنين. البريشر اللي هو اصلا عندي اف واحد على اريا واحد، يبقى القوة اللي بتتولد اللي اسمها اف اتنين بتساوي اف واحد في ايه واحد على ايه اتنين، او في ايه اتنين على ايه واحد. يبقى انا قدرت بالقانون ده وبالطريقه دي اكبر قيمه القوه اللي انا بضغط بيها عشان انقل الزيت، عشان اقدر ارفع عربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده بقوه صغيره اللي اسمها اف واحد. بقدر ارفع قوه كبيره او اقدر ارفع وزن كبير. طيب الكلام ده على حساب ايه بقى؟ على حساب السرعه. لو انت خدت بالك هتبص تلاقي مساحة المقطع الصغيرة نزلت مسافة كبيرة، اتحركت مسافة كبيرة لتحت، في حين ان العربية رفعت ارتفاع صغير. يبقى انا عملت قوة صغيرة، بس عملت القوة الصغيرة دي في مسافة كبيرة، ورفعت العربية مسافة صغيرة اللي هي قوة كبيرة في مسافة صغيرة. زي ما شفنا عندنا في الفيديو اللي فات، هو ده نفس شكل السيستم اللي موجود اللي كنا شايفينه في الفيديو. زي ما قلنا اتنين بيستون، بيستون بمساحة كبيرة وبيستون بمساحة صغيرة. انا بقدر ارفع وزن كبير اللي هو اف اتنين بقوة صغيرة اف واحد عن طريق فرق المساحات، مساحة صغيرة ومساحة كبيرة. وقلنا ان القوانين بتاعتنا البريشر بيساوي بريشر اللي جوه السائل طبعا هنا واحد، وبيساوي اف واحد على ايه واحد، وفي نفس الوقت نفس البريشر بيساوي اف اتنين على ايه اتنين. ده بكده معناه ان اف واحد على ايه واحد بتساوي اف اتنين على ايه اتنين. يبقى الاف اتنين بتساوي اف واحد في ايه اتنين على ايه واحد. يعني انا اقدر اخد قوة كبيرة عن طريق قوة صغيرة باستخدام فرق المساحات. في نفس الوقت زي ما قلنا ده بيجي على حساب الديسبليسمنت او الازاحه بتاعه البيستون. يعني البيستون ده هيمشي مسافه اكس واحد، والبيستون ده هيرفع مسافه اكس اتنين. العلاقه ما بينهم هي ان الحجم اللي بيتزاح من السائل هنا هو اللي بيطلع هنا، لان السائل ده خزان مقفول، فلازم حجم السائل اللي هينزح من اليمادي هيطلع من اليمادي. يبقى ايه واحد في اكس واحد بتساوي ايه اتنين في اكس اتنين. يبقى ده معناه ان اكس اتنين بتساوي اكس واحد في ايه واحد على ايه اتنين. يعني ده معناه ان ازاحة البستون الكبير هتبقى صغيرة بالنسبة لازاحة البستم الصغير الاكس واحد. يبقى احنا خدنا سرعة، خدنا قوة كبيرة بفرق المساحات على حساب السرعة او على حساب الازاحة بتاعة البستون. هي الازاحة هي السرعة، كل ما الازاحة قلت كل ما السرعة ايه قلت. يبقى احنا كده نفهم ان احنا بابليكيشن زي ده ممكن نلاقيه عندنا في الهيدروليك سيستم، اقدر ارفع بقوة صغيرة فرس كبيرة او حمل كبير عندي في السيستم عن طريق استخدام فرق المساحات. زي ما بنشوف الابليكيشن اللي ظاهر عندنا قوي في الحته دي هو كريك العربيه. كريك العربيه عن طريق الكريك بقدر ارفع بمساحه صغيره اللي هي اللي انا شغال عليها بايدي، اقدر ارفع عربيه كبيره باستخدام الكريك. ده ابلكيشن مشابه قوي للهيدروستاتيك سيستم او بيشرح هو الهيدروستاتيك سيستم. في نفس الوقت هنلاحظ ان احنا اما بنيجي نرفع العربيه بنستخدم عدد كبير من المشاوير او عدد كبير من الخبطات بايدينا عشان نرفع مسافة صغيرة من العربية. يبقى هي دي المسافات اللي انا بتكلم عليها اللي هي اكس واحد واكس اتنين. اتمنى اكون بكده شرحت يعني ايه هيدروستاتيك سيستم في الابليكيشن ده. ده كله بنسميه كونستانت بريشر. يعني ايه كونستانت بريشر؟ يعني الضغط ثابت جوه الكونتينر. الكونتينر اللي عندي البريشر جواه ثابت، قيمة ثابتة. هنيجي بقى على ابليكيشن تاني بيطبق الهيدروستاتيك سيستم بس بطريقة تانية اللي هو الكونستانت فورس. في حالة الكونستانت فورس
لو انا عندي بيستون واحد باتنين مساحه زي اللي مرسوم عندي في الشكل ده، البيستون ده باتنين مساحه، مساحه صغيره ومساحه كبيره، فانا بقدر ان انا اكبر قيمه البريشر اللي داخل هنا، اكبره واخرجه من اليمة التانية. ده شكل من اشكال الهيدروستاتيك سيستم. ازاي الكلام ده؟ انا لو دخلت زيت في المساحة دي، في المساحة الكبيرة، بضغط اسمه بي واحد، فالضغط ده هيولد لي فورس، الفورس دي بتساوي بريشر واحد في اريا واحد، عكس قانون اللي فات بالظبط، اف بتساوي بي واحد في اريا واحد. طب هي نفس الفورس دي بتتنقل على البيستون من اليمة التانية، يبقى هي الفورس نفسها بتساوي البريشر اتنين اللي خارج لي من الاريا الصغيرة، يبقى الفورس نفسها هي واحدة، قيمة الفورس ثابتة لان ده بيستون واحد باتنين اريا، يبقى الفورس نفسها بتساوي بي اتنين في اريا اتنين. يبقى انا كده وصلت ان انا اطلع بريشر اسمه بي اتنين، البريشر اتنين ده قيمته بتساوي بريشر واحد في اريا واحد على اريا اتنين، ده معناه بفرق المساحات اريا واحد على اريا اتنين، يبقى البريشر اتنين ده كبر، يبقى قيمة الضغط اللي انا مدخله كبرتها وخرجتها على هيئة بي اتنين عن طريق فرق المساحات بابليكيشن زي ده. وانا ده بشوفه عندي في الهيدروليك سيستم في بعض الاماكن، زي عندي حاجة كده ابليكيشن معروف عندنا في الهيدروليك سيستم هناخده بعد كده اسمه الانتنسيفاير. الانتنسيفاير هو وظيفته انه يكبر الضغط زي ما انت شايف اللي احنا بنقوله بنفس الطريقة دي. طب الحجم بقى اللي اتزاح، كمية السائل اللي اتزاحت، كمية السائل اللي اتزاحت من البي واحد من الشامبر الكبير كبيرة بالنسبة للايه، لكمية السائل اللي طلعت من بريشر اتنين، يبقى ده معناه ان البريشر عالي بس كان على حساب الايه، على حساب كمية التدفق او على حساب الحجم، على حساب كمية التدفق او الحجم، دخلت حجم زيت كبير وطلعت حجم زيت صغير بس ببريشر اعلى. اتمنى نكون النهاردة فهمنا ايه الفرق ما بين الهيدروستاتيك وامتى اشتغل هيدروستاتيك وامتى اشتغل هيدروديناميك والقوانين بتاعتها. ان شاء الله المرة الجاية هنكمل في الهيدروديناميك، المرة دي خدنا الهيدروستاتيك والمرة الجاية هنكمل في الهيدروديناميك، واتمنى اشوفكم المحاضرة الجاية وتصبحوا على خير.